نارين العبيدي، ملكة جمال العرب لعام 2021، والحائزة أيضاً على لقب الوصيفة في مسابقة ملكة جمال العراق لعام 2017، بلوغر وممثلة ومقدمة برامج من أب عراقي وأم سورية، حاصلة على شهادة الماجستير بدرجة امتياز، وتحضر حالياً لمناقشة الدكتوراه. مارينا شانتش، مساء الخير. مساء الخيرات حبيبتي. انت شلون تحبين تعرفين نفسك؟ ممثله، ملكه، حامله لقب ملكه جمال العرب، بلوجر، انفلونسر، شو تحبين تعرفين نفسك؟ انا يعني بكل شيء، انا شامله لكل شيء، وان شاء الله بلكي هم راح اغني. ما تدرين يطلع براسي صوتك حلو؟ لا 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 ابد، شاقه. لا شنو، يجوز يطلع صوتك حلو؟ لا، يمكن مرات نلعب هاي الاستوديو، ما ادري، هيك المؤثرات وهيك، فيمشي الحال. بس شو تعرفين عن نفسك؟ مقدمه برامج وممثله وملكة جمال العرب وانفلونسر، وما عندي مشكلة أن تكون بعد عندي مواهب زايدة. مو غلط أبداً، يعني أنه أكو ناس متعددين المواهب، وبعدين كل ما تجربين فد فيلد معين يجوز تشوفين نفسك ناجحة بي، صح، يجوز تجربيه. بس لشخص ما يعرف أنت منو، بكلمة واحدة شو تقولي له؟ خلينا نقول انفلونسر، لأنه هذا الشيء أحسه يشمل جميع هذول اللي إحنا حكيناهم. يعني أنا أكون مؤثرة بالتمثيل، ممكن أكون مؤثرة بتقديم البرامج، على صفحاتي الشخصية بالسوشيال ميديا، فانفلونسر أعتقد أحسن شيء. نرجع للأهل وللبدايات. الوالد دكتور جراح. نعم. دائما، مو دائما بس على الاغلب، الدكتور ولده دكاتره، المهندس ولده مهندسين، صحيح، شايف المحامي دائما، العائله كلهم محامين، صحيح. انت يعني الوالد ما حاب كان انه انت تدخلين كليه الطب؟ احنا عائشه ما شاء الله خمس بنات وولد واحد. ما شاء الله، انت ترتيبك وين؟ اني اكبر وحده. اني اخذت شوي طريق يختلف عنهم، يعني اني اربع خواتي دكاتره، دكتور، يعني اكو عندي اثنين طب اسنان واثنين طب عام، وعندي اخويا هم طب اسنان، بس انا شوي اخذت منحه خاصه بي. لا مو شويه، هوايه هوايه، اي ابتعدت عنهم اي كلش هوايه. بس يعني أنا همين كنت، يعني أنا ناجحة جداً بدراستي، وكان ما مسموح إنه أنا أفوت هذا المجال إلا إذا أنا خلصت دراستي وتخرجت ونجحت. هذا الشيء كان حلم بالنسبة إلي أنا قبل وأنا قاعدة أدرس. فوالدي من النوع، أو أهلي يعني هم والدتي من النوع اللي عندهم الدراسة بعد رب العالمين سبحانه وتعالى، هيك عندنا. فخلصت دراستي ويعني تخرجت من الجامعة واتجهت لأحقق هذا الشيء اللي أنا راغبته. من دخلتي هذا المجال شنو كانت يعني وجهة نظرهم؟ شلون كان يعني إنه شلون يتعاملوا ويا الوضع؟ لحد الآن؟ والله. أي مع إنه نجحتي واشتهرتي وأخذتي. صحيح، بس يظل الملاحظات، أظل أنا مثلا، هم هسه ساكتي لي لأن أنا يعني ما مسوي شيء، يعني ماشية مستقيم، يعني إنه تحت نظرهم، تحت إشرافهم، ما مسوي شيء يخل بالآداب أو يخل بمجتمعي أو يخل بالمفاهيم العامة يعني. فالامور طيبه حاليا، بس هم دائما يعني محاضرات وهيجي. هسه قبل ما اجي سمعت محاضره. شنو ايش قالوا لك؟ يعني انه هذا، يعني هسه انت تعرفين شويه الاوضاع عندنا مو تمام، فقالوا لي يعني انت هسه ايش فوتك بهذا المجال؟ كان هسه انت قاعده بالبيت، كان من هاي السوالف، تعرفين الاهل يعني. حبيت تكونين يعني جتك فترات تقولين اني شو اللي بهالشغله؟ شهره وتعب وحكي وقالوا قيل والناس تعطي كومنتات. صح. كنت افضل اكون وحده قاعده بالبيت حالي حال هواي عالم. جايتك هاي الافكار؟ تجيني، بس انا عندي مشكله عائشه، انا مستحيل اكون حالي حال الناس، يعني انا بكل مجال من مجال، طبعا هذا مو انه والله انا احسن من الناس، لا اكيد كل الناس خير وبركه، بس انا كشخصيه يعني انا مثلا وين ما كنت، انا بالمدرسه مثلا كنت رئيسه الاذاعه المدرسيه، بالجامعة مثلاً كنت رئيسة هيئة الجامعة، يعني ما أكون بمكان، أكون يعني شيء عادي. أنت شخصية قيادية، أنت يا برج حوت.
اي بس اني ما اقيسها على الابراج لان يقولون برج الحوت غير واقعي وحالم. اني ابدا مو هيك، اني جدا واقعيه مو حالمه. يقولون رومانسي، اني لا مو رومانسيه. فهالسوالف يعني ما عندك ابد صفات ترى برج الحوت ابدا ما دخل الابراج. اي شو غلطانين بال يوم الميلاد. نرجع للطفوله. انت تنقلتي بين الشام والعراق. هاي الطاج نوع من الثقافات مكتسبة من مجتمعات مختلفة، يعني انه صح سوريا بلد عربي بس يبقى انه ثقافة شوية غير شكل. نعم. الاكل غير شكل، اللغة غير شكل، المجتمع والبيئة غير شكل. فانت اكتسبتي من الطرفين، ايش قد فادتك هاي الثقافات؟ طبعا اني طفولتي للاسف ما كانت طفوله بمكان واحد، او اني استقريت ببلدي بسبب شغل والدي، فكنت بين الشام ودبي. والمدرسة كانت تختلف، يعني أنا مثلا والدي كل فترة يكون بمحافظة شكل، بدولة شكل، مدارسي تختلف منا ومنا، فهذا شيء جدا مزعج. بس الشيء الحلو، يمكن احنا كنا نحكي بهذا الشيء قبل الحلقة، الشيء الحلو أنه أنا هسه مطلعة على كل شيء، أنا أعرف عادات وتقاليد كل بلد مثلا، أعرف لهجات مختلفة. وتقدرين تتوالمين وتنسجمين ويا كل مكان. أتأقلم تماما. تتأقلمين. نعم، يمكن هذا الشيء أو هاي ميزة يمكن مو الكل يقدر يتأقلم بها. أكو ناس أكو ناس ما تقدر فورا ترجع لبلدها. لا أنا أقدر أتأقلم، يعني أخذ وقت قصير وأتكيف بهذا الموضوع. حسيتي بغربة يعني بمكان رحتي له؟ لو رأسا أتأقلمتي بأي مكان رحتي؟ أبدا ما أحس أنزعج، بس أبد ما أحس بغربة، يعني ما أعرف، كنت أتأقلم فورا، عندي صديقات يحبوني وناس وأطلع وأفوت، فأبدا ما أحس بغربة. بس أنزعج، يعني تعرفين الواحد مثلا كون صداقات ومعارف وبعدين يطلع من خصوصا بالطفولة المدرسة نتعلق بصديقاتنا بمدرساتنا هيجي، فهذا الشيء كان يزعجني صراحه. انا مريت بنفس التجارب. بس انت تحسين انه اكو صداقات عندك بكل مكان تروحي له، عندك ناس تعرفيهم، هذا المكسب. بالضبط. انه صحيح تركتيهم بفتره ما، بس شو كنت ما ترجعين انه اكو ناس واكو عندك معارف. وعائشه احلى معارف هذول الناس والاصدقاء اللي قبل المصلحه، يعني اللي قبل الشهره. يعني ما تتخيلين مثلا انا من اكون مسافره لبلد معين فاحنا نجتمع هناك، احلى 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 لما تكون السوالف لها طعم ثاني، يعني القعده وياهم تكون لها طعم ثاني غير الناس اللي طبعا كلها خير وبركه، بس غير الناس اللي عرفناها. لأي مكان تحنين اكثر؟ ماكو مكان معين، لانه ما قعدت استقريت كلش 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 هوايه بمكان معين للاسف. كنت دائما متنقله ويا اهلي. يعني هذا التنقل تعرفين هو يفيد وما يفيد. يعني تحسين دائما عدم الاستقرار. صح. بس بنفس الوقت تكتسبين ثقافات ومعارف وتكون حتى الشخصية تتغير. صحيح. ما تحسين شخصيتك تغيرت من كثرة التنقل؟ صارت أقوى. أقوى صارت. ما مثل ما قلت، يعني مو كل واحد يتكيف ببيئة جديدة، لهجة جديدة، عادات وتقاليد جديدة. فكل ما أنت تتكيفين ويا هذا الموضوع هذا تصيرين أقوى، شخصيتك أقوى. يعني شنو أخذتي من الوالدة؟ الوالدة سورية. أي شنو أخذتي منها؟ بس كأنها عراقية أكثر من عندي. يعني تحكي عراقي مثلنا؟ أي صار 35 40 سنة خلاص عراقية صارت. عراقية. شنو أخذتي من عندها؟ العناية بالنفس. الشاميات يحبون العناية بنفسها كلش. شلون يقول لك أخذ شامية وتزوجها وعيش هنية؟ صحيحة هذه؟ صحيحة. أي يعني معدلات طبعا اكيد، ولا يعني ما اخيرها اكيد على المراه العراقيه. بس شنو يميز الشاميه؟ ليش دائما يقولون مهتمه بنفسها و ما ادري سبحان الله. ليش يعني هم عندهم اي بالضبط. هي عندهم هيك ثقافات، بيتها الداري بيتها، المونه، تموين، مقدوس، زيتون، هالسوالف هاي واقتصاديه وتحرص على البيت. تهتم بالرجل كلش هوايه، تهتم بنفسها بشكل مو طبيعي. العراقيه ما تهتم بالرجل؟ يعني يفرد دلال يمكن؟ أنا ما أعمم يعني عائشة، أنا من النوع اللي عندي قناعة بأنه التعميم هو لغة الجهلاء، فأنا ما أعمم. ممكن أكو شاميات هم ما تهتم برجلها وما تهتم بحالها،
واكو عراقيات لا بالعكس تهتم ببيتها وبزوجها، فاني ما اعمم، بس انا اللي شفته يعني انا دا انقل تجربه من اللي شفته. فاللي اخذته يعني احنا هيك كلياتنا نحب العنايه بنفسنا كلش يعني بشكل اوفر، يعني حتى ماما هسه عمرها كبير بس ما تعطيها عمرها ابدا لأنه ما شاء الله عليها. لانه هاي العنايه بالنفس كلش تعطي مظهر اصغر. انت شلون تعتنين بنفسك؟ يعني احكي لي من عندك يوم اوف وما عندك بي شغل ولا تروحين اي مكان مضطره لا شغل ولا معامله او اي شيء، وعندك يوم كامل بالبيت، شلون تقضي؟ شو تسوين؟ أنا عائشة من النوع اللي شوي عندي أوفر دوز من بهذا الموضوع يعني، يعني أنا يومياً لازم السكين كير الصبح وبالليل وهاي السوالف مال تحت العين وفوق العين والخشم وهيجي عندي هاي السوالف، فأهتم بنفسي بشكل مو طبيعي، دائماً بمراكز التجميل بس مو إنه تجميل يعني لا، أبر النظارة تعرفين هاي الأشياء اللي إحنا اي انا مسويه خشمي. رح احكي على موضوع التجميل. يلا. انت دخلتي تجربه لملكه جمال العرب وفزتي باللقب. نعم. ويقول لك يعني بملكات الجمال ما يقبلون باي بنت مشتركه صح. وهي تكون مسويه عمليه تجميل. صح. بس حاليا الاغلبيه مسوين عمليات تجميل وديدخلون لهاي المسابقات. فشنو هو ما ظل عندنا ناس يعني جمال طبيعي يعني بهالعالم هذا؟ يعني لابد ما تلاقين وحده لازم مسويه شيء؟ ما يعني لو ننبش ما نلاقي وحده طبيعيه جمال؟ هذا راح احكي عنه، بس بالاول شيء راح اجاوبك عن المنظمه مثلا. طبعا منظمه ملكه جمال العرب هي منظمه عالميه، يعني مو انه على مستوى دوله معينه. فاكو مقاييس، اكو مقاييس هم يبحثون عنها تخص الوطن العربي. فأني لما أقعد مثلا أقدم على ملكة جمال العرب مثلا، هاي المنظمة تقدر أنه تسوي استثناءات، بس بحيث أنه هم يشوفون مثلا أنا أقدم أوراق أنه أنا كانت عندي مشاكل، يشوفون صور قبل، أكو ناس هيك خشمها وتصير هيك خشمها، هي هالسوالف هاي. فعلى هذا الشيء يعتمدون سواء يعني بعدين أنقبل أو ما أنقبل. يصير فحص للجسم عن طريق مختصة حتى يشوفون إذا خاض علي تجميل الجسم سواء نحت أو سيليكون. يصير عندنا همين دكتور تجميل حتى يشوف الوجه إذا أكو فيلر ما فيلر، هاي السوالف. تصير استثناءات صغيرة بس يعني أكو استثناءات؟ أكو استثناءات طبعا. اللي هي شنو يعني؟ مثلا هل الفيلر والبوتوكس حاليا ما يعتبر تجميل؟ لا مو هيك. مثلا أنا المنظمة، أنا كشخص أنا أحكي عن نفسي، مثلا شافوا صوري قبل، شافوا أوراقي مثلا شلون بحاجة، إنه أنا ما رايحة لقصد التجميل. أوكي أنا عدلت شوية بس أنا ما رايحة لقصد التجميل. أنا كانت عندي مشاكل وسويتها، يمكن أغلب الناس يحكون بس أنا فعليا عندي مشاكل ومبين هالشي من صوتي شوية. فهم يعني هاي الاستثناءات تصير بعد الاجتماع، هم يجتمعون يشوفون هاي البنية تستحق مثلا انه اوكي تفوت بهذا الاستثناء او لا، يعني هيك بهذا الامر يصير الاختيار. بالنسبة انه ماكو هسه بنات طبيعية، لا والله ما شاء الله عندنا جمال كلش. انا مو ضد انه انا مو ضد الواحد يسوي رتوش يعني بوجهه، يعني مو كلش عمليات تغير الملامح، انا ضد تغيير الملامح صح. بس كل واحد حر يعني. صحيح. بس يعني اذا شوية رتوش صغيرة منا ومنا يعني مو غلط، بس هذه مسابقة لملكة جمال، يعني هي لازم تكون جميلة، هي خلقة جميلة. ف يعني ليش ما دا تنطبق القوانين والشروط انه على البنات انه لازم كل شيء ما مسويه؟ هسه بالنسبه لي او ما راح يلقون وحده كل شيء ما مسويه؟ لا يلقون يلقون، بس مثلا اللي مقدمه اللي هي قاعده تقدم، مو كل البنات تقدم يعني، او مو كل البنات تسمح لها ظروفها، اهلها، عاداتها، تقاليدها. اكو ناس تشوفها هذا الشيء وصمه عار او عيب يعني، اكو ناس بعد عندها هذا التفكير. فما شاء الله عندنا بنات موجودات بالبيوت ممكن اهلها ما تسمح لها تطلع، جمال كلش حلو. بس هي اللي اجت مهمه مثلا المنظمات ملكات الجمال ما يجون يسحبون وحده من شعرها تعالي الا تقدمين. صحيح. فهي البنات اللي قدمت
يشوفون بالله هاي بنت تستحق الاستثناء، هاي بها مشكله. لا، اكو بنات تجيك كامله، استغفر الله، خالقه نفسها خلقه كامله، هاي ماكو استثناء يشملها، يعني مستحيل تنقبل. فاني بوقتها لما رحت قدمت، انا كنت مسويه رتوش كلش بسيطه، فيلر هم ذوبتها، ونزلت هذا الشيء على صفحتي الشخصيه انه انا ذوبتها، خضعت لفحص مثل ما قلت لك، وبعدين فتت وشاركت بهذا الموضوع. وقصة الاختيار مع ملكات الجمال سواء العرب أو العراق أو إلى آخره لا يعتمد 100% على الجمال، ثقافة أكيد. يعني ممكن نقول ثقافة والطلة والمشية، أكو هواية، إيه هواية أمور لازم تجتمع بهاي الفتاة حتى هي تنقبل. بالضبط، إيه، لأن الجمال تعرفين الجمال بالأخير نسبي. جمال نسبي، صحيح، يعني هو بالأخير اللي راح تفوز هي رأي مجموعة لجنة تحكيم، صحيح، ذولا رأيهم إنه هذه حلوة فيجوز باقي يشوفوها مو حلوة، صح. وممكن مو بس إنه يعني رأيهم إنه هاي حلوة، ممكن ما يكون بس هيك، ممكن يكون الاتيكيت طاغي عندها، ممكن يكون ثقافتها كلش عالية، شهاداتها، هذا كلها تأخذ بعين الاعتبار. الجمال بمسابقات ملكات الجمال يأخذ 20% 30% ماكسيموم، يعني ما يأخذ أكثر. فالمشكلة إحنا عندنا شوي مفهوم خاطئ عند الناس دائماً، أنا أشوفهم أني من الناس، أو أشوف أي أحد مثلاً بأوروبا وغيرها لما تأخذ لقب معين فأنا أباوع عليهم، إيه وشنو هاي وما أدري شنو وما أدري شنو، تعرفين تعليقات شعبنا وهيجي. هم ماخذين مفهوم خاطئ عن ملكات الجمال. ملكات الجمال مو إنه هاي أحلى وحدة بالعالم أو أحلى وحدة بالعراق، ماكو حكي. أني أشوف أكو ناس تشوفني، أنا خليني أحكي عن نفسي، أكو ناس تشوفني أنا واو جدا جميلة، أكو ناس تشوفني عادية، كلنا أكو ناس يعني تشوفني كلنا ما حلوة، شايفينا حلوين، أكو ناس شايفينا مو حلوين. وأني هم أنت بنظرك منو تشوفين جميلة؟ جميلة ليه تقولين هاي حلوة جميلة؟ والله أنا أحكي، يعني أنا مو إنه من هذول البنات المسمومات اللي تقوم ترجف تشوف واحدة حلوة، لا والله أحكي. لا ويظلون يقولون ما حلوه، شك شايفين بيها، لا لا شوفي شنو شايفين بيها، تجميل تجميل تجميل، روحي جملي حبيبتي. هاي الشغله الاكثر يعني، بس يشوفون وحده حلوه تجميل، يقول لها انت كلك هذا المكياج هيك مسويه. فمره ما ادري قريتها من في التعليق يضحك من هاي الميمز ماكو على السوشيال ميديا، قالوا لها يعني انت روحي خلي نفس المكياج راح تطلعين هيك مثل، عافيه بالضبط. انا حاطه مكياج ومسويه تجميل، روحي حطي مكياج وسوي تجميل، شوفي اذا يعني تصيرين حلوه. مشكله عائشه تعرفين اكو فت شغله من الناس شويه لاهين عنها، انه اذا ما كانت الملامح حلوه قد ما احنا سوينا وقد ما جملنا، حسنا كل العالم مسوي تجميل، بس هم تبقى جمال عن جمال يختلف. تعرفين هو حتى فكره الجمال، مفهوم الكونسبت مال الجمال بالعالم ده يتغير، يعني لو تشوفين حتى ملكات جمال العالم بالثمانينات بالتسعينات بالالفينات تغير. هسه صار اكو اتجاه بالعالم، مو بس بالعالم العربي، انه دي يروحون على البنات اللي هي شكلها عادي جدا، صحيح، انه هذه تشبه الناس، صح، انه هذه ليش نختار مقاييس انه لازم عيونها ملونه ولازم الشعر كذا ولازم الطول، لا خلي نختار وحده ما بيها كل هالمقاييس بس هي تشبه باقي الناس، باقي البنات. يعني المشكله انه باقي البنات كلهم حلوات، لا المشكله انه حتى باقي البنات يعني للاسف صار كلش التجميل اوفر وصار تجميل مصطنع. بس صار هسه احنا اجتنا فتره انه احنا لازم الشفايف الكبيره والفيلر الهيتش والجسم الايع يعني واصل مرحله هسه تغيرت، هسه يرجعون للنورمال، يحبون الشكل الطبيعي مثل ما قلت. صحيح، هي حتى اللي بدت هاي الموده اللي هي كيم كارداشيان هسه هم غيرت، صحيح، فاصور راح يكون اكو اتجاه مستقبلا انه يرجع الضعف. راح نحكي على ملكات الجمال وعلى شلون فتي وشلون رحتي هاي التجربه، بس اكو مجموعه صور حابه اشوفها انا وياك، يلا ونحكي عليها، يعني تقولي لي هاي شنو الصوره وشنو مناسبتها نشوف اول صوره، يلا. هاي الصورة، هاي أظن بالقاهرة، بالقاهرة مع السفير العراقي. نعم، مع سعادة السفير العراقي. أنت ماخذ اللقب ملكة الجمال، ملكة جمال العرب.
شنو هاي المناسبة؟ احكي لي شنو؟ طبعا هاي كانت باستضافة سعادة السفير العراقي بمصر. طبعا كلش تشرفت وفرحت بهاي الاستضافة صراحة. ناقشت أمور معينة أنا كنت أحب أوصلها، وهم رحبوا جدا بأي مشروع أنا أسويه أو بأي خطوة أنا أسويها. فهاي كانت بمصر ورا ما أخذت اللقب تقريبا بيومين ثلاثة هيجي. حبيتي تسوين مشاريع للجمعيات الخيرية، جمعيات التبرعية، يعني احكي لي على هذا الموضوع. منو قال لك عليه؟ أحد نبهك عليه لو أنت بداخلك ردتي تفوتين بهالمجال؟ طبعا أنا اللي استغربوا جدا إنه شلون وحدة مشهورة، أنا كنت أوريدي مشهورة وفتت لي ملكات جمال العرب. بالعادة هي تجي ما مشهورة وتفوت على ملكات جمال العرب حتى تنعرف وتنشهر. أنا ما كان هذا هدفي، يعني أنا كان هدفي إنه أنا أكون بموقع أو بمنصب يسمح لي إنه أنا أكون أكثر نشاط. فحبيتي تستغلين إنه أنت صرتي مشهورة أكثر على مود تساعدين بال تماما، مو بس هيك، يعني المعروف انه اللي تاخذ القاب هي تكون شلون مور اكتف او اكثر نشاط بالتبرعات وبال المجتمعات الانسانيه وهيك شيء. فهذا الشيء حبيت انه اني اخذ منصب حتى انطلق من عنده. سويتي أنا هسه إن شاء الله على شارف على الانتهاء مشروعي بدا اسوي جمعية إنسانية. طبعا هاي الجمعية الإنسانية تخص، أنا كنت حابة أني أنا أكون متنوعة بهاي الجمعية، يعني مثلا كل يوم نقدم مساعدات لدار مسنين أو الأيتام، بس ما قالوا لي لازم تتخصص الجمعية بشيء معين. فأنا حابة أكون ويا الأيتام يعني. فهذا الشيء فرح تكون جمعية باسمك؟ نعم. اوكي، جمعية مارينا العبيدي للايتام. نعم ان شاء حلو الله. حلو، خوش مبادرة، عافية عليها. تشاني كنت حابة اقدم شيء للمرأة اكثر، بما انه انا كان مشروعي مشروع يعني يصب في مصلحة المرأة اكثر بملكة جمال العرب، بس شوية كان يعني تشوفين اكو ابعاد معينة احنا اشتغلنا عليها. بس كل مشروع الايتام يعني اكيد لازم نلقي الضوء عليه. هذا كبدايه وايد جمعيات للايتام هنا بالعراق. صحيح، بس اكو شيء مثلا اني هسه تجيني منظمه معينه او تجيني مشروع معين يقول لي تعاي احنا والله ويا الايتام او شيء، صراحه ما بعد ماكو ثقه يعني للاسف. تعرفين اكو مشكله مصداقيه، يعني بالضبط. هاي الجمعيات هالقد ما صارت كلش هوايه، جمعيات للاطفال، جمعيات للايتام، جمعيات الكبار السن، ماكو مصداقية. يعني أنا من الناس إذا أريد أروح أتبرع أقول ما أدري هاي راح توصلهم الفلوس ما توصلهم، شلون أعرف؟ تماماً، أنا هذا اللي دا أقصده. يعني حتى أنا من الناس لازم والله أروح أشوف من وراهم ومن يشتغلوا وياهم وما أعرف شنو، لأن أنا ما ححط الفلوس هيجي وممكن إنه هي تنأخذ. وصارت هواية يعني صارت هواية. نشوف الصورة اللي بعدها. يلا بعيد نقول لك مبروك هسه، احلى شيء راح تقدمين على الدكتوراه. صحيح، مبروك. صحيح. ان شاء الله، الله يبارك بك. عندك خلق للدراسه صح؟ لا والله، بس عندي خلق للنجاح. برافو. اما عن الدراسه ابد. احكي لي هاي الصوره على خلص الماجستير. ايه شوف، طبعا عائشه اكو شغله دائما انا متابعيني يعني اكون على تاتش اكثر وياهم، فهم يقولوا لي ها، ومثل ما نقول احنا بالعاميه سكاكه وهيجي. ولك خلق الواحد ما صدق يخلص الدراسه وهيجي. انا ابد ما لي خلق، يعني انا كنت مثلا بكثير من الاحيان انا بليالي لازم الكتاب واني ابكي، او لازم اللابتوب واني ابكي. عشان هسه تغيرتي؟ شنو اللي اجى ببالك رتي؟ لا هو اني بهذا الوقت، اني وانت لا اني هنا بوقت الجامعه والمدرسه ما كانت هالصعوبات عندي، بس هسه بعد ما اني تركت. بس تحسين انه خلص فتي هذا المجال لازم تكملين، ماكو بيها مجال توقفين بالنص. صحيح، بس انا ما يعني انا ما كان مطلوب من عندي، انا متخرجه اوريدي، متخرجه يعني ما كان مطلوب من عندي افوت دكتوراه وهاي. بس الشغف انه انت تصعد بعد وبعد وبعد، هذا اللي دفعني. الدكتوراه بشنو؟ الدكتوراه اداره الاعمال ان شاء الله. انا اخذت ماجستير اداره الاعمال وراح اكمل بهذا الشيء. دكتوره مارينا. اي ها. من هسه نقول لك دكتوره مارينا؟ والله شوفي، انا للاسف قبل فتره مريت شويه بظروف صحيه، فكان لازم انا اسوي اقدم امتحان
لأنه هو أكثر من فرع، فأني لازم أقدم امتحان للجامعة، فما قدرت يعني أتواجد إني أقدم امتحان، لا فلازم بعد 3 شهور يلا أرجع أقدم. نحكي أكثر على الدراسة بس ناخذ فاصل يلا. ونرجع وراء الفاصل. شنو نحكي على الدراسة؟ أنت بالمدرسة يعني ابتدائية متوسطة كنت شاطرة وسط كسلانة؟ كنت كل الشاطرة كل الشاطرة فعلا. هو هواية كل الناس تقول احنا كنا شاطرين، بس انا فعليا كنت كل شاطرة، لانه مو بكيفي يعني، غصبا عني لازم اكون شاطرة. يعني انا مثل ما قلت لك والدي ووالدتي كان عندهم الدراسة دراسة وبس. الشطارة بالمدرسة هل تعني انه انت ممكن تكونين شاطرة بالحياة عموما؟ لو ما لا, لا لا لا، مدرسة الحياة غير عن المدرسة تماما. بس مدرسة انت الحياة بنية شاطرة وذكية، يعني انت ما اعتمدتي فقط على انه انت بنية جميلة، وانت جميلة يعني، بس ما اعتمدتي على هذا الشيء، اعتمدتي على ذكائك، اعتمدتي انه انت شاطرة، دخلتي مجالات هواية، دا تكملين دراسة، فهاي ينرادلها مع الجمال انه لازم اكون تكونين ذكية. فالذكاء مو بالضرورة يعني من المدرسة. لا 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 ابدا. انت تتفقين انه البنية الجميلة حظوظها بالحياة أكثر من أقل. ما أقول المو كل شيء المو جميلة، إنه تنفتح لها أبواب أكثر. ها الفتاة الجميلة إنه مثلاً تنفتح لها مجالات أكثر. صحيح، خصوصاً بمجالنا إحنا. صحيح كل المجالات أنا أشوف يعني، بس ما أعرف إذا تتفقين وياي، البنت الجميلة تنفتح لها الأبواب. صح. بكل المجالات. صحيح. بس يبقى بعد هي وذكائها وهي شلون الآن أشوف الفرص. صح كلام صحيح، بس أنا أشوف الجمال هو سلاح ذو حدين يعني، وسوري أسخف البنات اللي هي تعتمد فقط على شكلها حتى يتفوت لدومين معين أو لمجال معين. بس دول ما يعمرون يعني، يوقفون بنص الطريق نهائيا، ما يعمرون، وبالعكس توقع، مو بس أنه توقف بمكانها، لا توقع يعني ما تبقى. بس الجميلة والشاطرة اللي تعتمد على ذكائها، حضورها، ثقافتها، تطور من نفسها. هسا أنا هم دا أخذ اللغة، أنا عندي يعني كنا بالمدرسة نأخذ لغة فرنسية، بس هسا أنا دا أخذ دورات باللغة الفرنسية، دا أخذ دورات باللغة التركية، ما أوقف عند حد معين. مثلا أنا هسا صارت عندي مشكلة أنه أنا لازم أقدم دكتوراه، اعتبروني رسوب بالامتحان. ليش؟ لانه لازم اروح للامتحان، انا ما رحت، كان عندي ظرف. اي صحي. فما حوقف انا هسه، لازم بعد 3 شهور يلا ارجع اقدم الامتحان مره ثانيه، بس انا ما حوقف. ممكن اخذ، احب شو اسمها هاي، التنميه البشريه، دورات التنميه البشريه كلش احبها. افوت على يوتيوب، انا من النوع اللي ما احب اقرا صراحه قراءه، يعني الزم كتاب وهاي ما احب اقرا. شلون اخذ معلوماتي؟ افوت على يوتيوب شوي يشجعني يعني اخذ معلومات. فهنا الجمال، اما جمال الشكل هذا نهائيا مو جمال. زي ما قلتي لي انت، اين من تشوفين جميله عموما بالعالم او العالم العربي؟ اشوف جميله انا لانه احبها. منو؟ سيرين عبد النور. هي جميلة فعلا. أحبها. منو غيرها من العالميات؟ العالميات ما عادي، ما أحب. شوفي أنا ما أحب الجمال الأوروبي. الأوروبي الشرقي أحلى. بالضبط. هاي الدم الحلو الجذاب. صح. السمرة، شعر أسود، عيون سود مكحلة، هيك أنا أحب. بعدين تعرفين دائما يقول لك هو مو الجمال، هو إذا روحها حلوة والدم. أي الدم صحيح. أي. شوف الصورة اللي بعدها. يلا. لخ احكي لنا شلون دخلتي هالمجال ويا أحمد البشير. أي شلون؟ لخة كان أول تجربة إلي. نجحتي بيها؟ أنا شفت الردود الأفعال، يعني أنا صراحة ما حصلت ردود أفعال مثل بالأعمال اللي أنا سويتها مثل ما حصلتها بلخة. كممثلة ايش قد تعطين نفسك من 1 إلى 10؟ أنا دائما أقول عائشة بأي لقاء، أنا مو ممثلة، أنا أقرب إلى المؤدية صراحة. ايش قد تعطين نفسك؟ ممكن 5. زين، احكي لي على لخة، شلون بدأ المشروع؟ يعني هل شلون تواصلوا وياك، أو أنت رحتي، أو لا أنا ابدا ما كان ببالي التمثيل ابدا نهائيا. فتواصل وياي مكتبه لاحمد البشير.
فبلغوني انه هيك 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 القصه وانه انت حابين انه انت تكونين ويانا. فانا احب احمد البشير، يعني اعرفه انه يقدم شيء قوي ما يقدم شيء عادي. فبتركيا وقتها رحت، انا كنت لازم اخذ دور ساره، هم بلغوني على دور ساره، بس من شاف ملامحي احمد ملامح لئيمه بس انت ما عندك ملامح لئيمه، بالعكس انت عندك ملامح بريئه. ما ادري بس شافني غير رايي، قال ام ساره، اما ساره كانت كلش بريئه وطالبه جامعه وهيك، فبس من شافني بها مجال يعني فاخذت دور ام ساره. يمكن لو ما اخذاني دور ساره ما كان نجحت فيه صراحه. بس لازم تجربين، يلا تعرفين ما تدرين. ممكن تصورين اي ادوار تناسبك اكثر، شريره، البنيه اللطيفه، الحبابه؟ اعتقد الشريره، لانه انا يعني مو عندي، بس عندي شوي هذا شلون يقولوها، اجيش يعني نزعه شرانيه يعني لا بس يعني اقدر اجيب هذا الدور. فمن سوالي تيست قال لي بس صيحي سحر، فأنا بس بدي صحت سحر، قال خلاص ها هي. فبوقتها يعني ردود الأفعال على هذا المسلسل كانت مو طبيعية. صحيح حتى صحيح. بالشارع يعني يقلدون أنا شلون أحكي، وأنه أنا إحنا أغنياء وعندنا خدامة اسمها سحر، وهاي السالفة لحد الآن صراحة. صحيح يسمع مع أنه هي قديمة كلش. فعلا نشوف الصورة اللي بعدها. يلا هاي ملكة الجمال. فزتي باللقب كعراقية. نعم. أخذتي لقب ملكة جمال العرب. هو هاي الألقاب منو دا ينطيها؟ يعني هي هاي المنظمات منو ينطيها؟ وبعدين ليش ما توصل هذه ملكة الجمال تشارك بملكة جمال العالم، ملكة جمال الكون، ليش ما توصل؟ طبعا هاي منظمات، أنا مثل ما قلت لك عائشة، هاي منظمات دولية، فإحنا نقدم على هذه المنظمات حسب كل بنية وشنو السي في مالتها، تقبل أو لا تقبل. بعدين إحنا هم نكون مؤهلين إنه إحنا نشارك بملكة جمال العالم، ملكة جمال الأرض، ملكة جمال الكون إلى آخره. أنا عندي مشكلة إنه أنا ما ألبس بكيني يعني وأطلع، فهاي المسابقات. هل لهذا السبب انه الملكة جمال العرب ما شاركت بملكة جمال الكون والعالم؟ نعم على مود البكيني. اي اي ما اشارك. واذا انت رفضتي تلبسين بكيني فيستبعدوك. طبعا طبعا انا هي اكو فقرات كامله، واحده من الفقرات انه هي لازم تطلع بالبكيني، وهذا الشيء مستحيل يعني. فما رحت، بس مثلا انا اعتذر عن المشاركه او ما اروح، يشوفون الوصيفه او يشوفون ملكة جمال او شيء. لان ملكة جمال قسم من الدول العربيه تشارك، يلبسون بكيني. هي تكون ما عندها مشكله، بس انا عندي مشكله بالموضوع. أوكي. يعني اي فهي عادي عندها. اي اي ايش حسيتي من لبستي التاج؟ اول احساس شنو؟ انا اول شيء من قالت اسمي يعني بكيتي؟ تعرفين لأول مرة بحياتي مثلاً يقولون دموع الفرح، وهاي ما كنت أعرف شنو هي، بس بكيت هيك بشكل ما أعرف شلون. يعني ليش مش فجأة متوقعة؟ لا أنا متوقعة صراحة، يعني مو غرور، بس صراحة ماكو أحد بالمواصفات اللي أنا كنت بيها. طبعاً البنات كلهن كلش حلوات ما شاء الله عليهن، بس أنا مثلاً كشهادة كنت الأعلى. إحنا نسوي كامب قبل المسابقة، هذا الكامب يشوفون علاماتنا يعني تكون الأعلى الأقل هيك شيء. فكنت متوقعة، بس ما أدري الشعور بوقتها يعني كان. بس تبقى هاي لحظة رهبة يعني مميزة بحياتك. صحيح صحيح. أكو بعد صورة عندنا وراها، لو هاي آخر صورة. هاي الصورة، هاي أنتي بالمطار، ما أعرف يا مطار من بين. أنا دائما بالمطار. والجنطة صفرة، وأنتي دائما بالمطار. دائما بالمطار. السفر، أنتي شلون شوية السفر؟ دائما مسافرة. صحيح. حتى أخابرك مسافرة مسافرة. صحيح صحيح. أنا أعشق السفر. أعشق السفر، يعني يمكن لأنه طفولتي ما كنت مستقرة بمكان معين، فهذا أثر علي. كان أول مرة بحياتك ركبتي طيارة؟ كنت كلش صغيرة ما أتذكر. ما توعين؟ لا لا لا. بس يعني من على شيء توعين عليه، تذكرين أول سفرة بحياتك؟ ممكن. خلينا نقول أول سفرة بوحدك. وحدي؟ أنا ما أسافر وحدي، أنا يكونون وياي أهلي يعني.
انه مثلا هسه حتى هسه لما اسافر انا بشغل او شيء تكون وياي اختي تكون وياي والدتي فما اسافر وحدي. بس اكو مرات اضطر اول سفره مرات اضطر اسافر وحدي. قبل سنتين ثلاثة والله يعني كان عندي شغل اي فسافرت وحدي وقتها 3 ايام ما صار له هوايه. بس شنو اول ذكرياتك عن اول سفره؟ اول مزعجه تدري مره ركبتي طياره اول ها اول مره ركبت طياره كنت خايفه اي خفت بوقتها. لسه عندك هذا الخوف؟ لا 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 نهائيا كل اسبوع راسا اي لا انا ما انام بالسفر بس يعني عادي جدا طبيعي. اول مثلا انا لما اسافر وحدي شيء يزعجني يعني انا اكون منزعجه يعني ماكو حد يصورني وتعرفين احنا اهم شيء بحياتنا الصور. ما اعرف اطلع ويا احد مثلا انا قاعده بالاوتيل طول الوقت يعني خلصت شغلي وما صدقت انه رجعت. وين ما كانت تحبين تسافري تشوفي لسه ما رحتي له؟ انا ما احب دول اوروبا هسه كل هالعالم يقولوا لي انت 24 ساعه مسافره وما رحتي دول اوروبا. ما احب دول اوروبا. ممكن يخطر لي اروح سويسرا ممكن انه انا من النوع اللي احب الطبيعه كلش فالطبيعه خلابه هناك فممكن اروح سويسرا. والله غير سويسرا وين تحبين تروحين؟ عاده تركيا كلش احب اسطنبول كلش احب ساحره تركيا اي يعني فعليا ما اقدر مثلا يمر شهرين ثلاثه اني ما اكون هناك. شنو اول شيء تسوي من تسافرين مكان وصلتي للفندق خليتي الجنطه شنو اول شيء تسوي؟ اخذ شاور بعدين ارتب الاغراض وانام. انت من الناس اللي راسا تفتحي الجنطه وتعلقين الغراض لو تعوفيها وبعد لا حسب حسب اذا مثلا اني ما متاخره هوايه مرات اني سفراتي يوم او يومين فاخليها مثلا اطلع الشيء المهم او الشيء الممكن ينكسر او ينكب او السكين كير تعرفي انه هاي. بس لا اذا كنت مثلا فد 10 ايام هيك لا اي اطلع علق. انت من نوع من تسافرين يعني يقول لك تسافرين هيفي يعني مثقله بالغراض لو سافرين خفيفه؟ شوفي هاي امنيه حياتي اسافر هيك امنيه حياتي. انا كنت رايحه كنت راجعه من اسطنبول لبغداد. بس تروحين ثقيله ولو اروح ثقيله وارجع اثقل بعد اثقل ما تقدرين تسافرين خفيفه هيك بكم مره؟ ما اقدر لانه انا من اروح انا لازم لبس ميك اب. اغلب سفراتي مثلا تكون عندي تصوير التصوير تدرين لازم لبس كامل تنسيق كامل فما اقدر يعني سوري جنطه شو للشوز مثلا جنطه للجنط هيك هاي السوالف الميك اب والسكين كير تقول كل شوف الصوره اللي بعدها بيبي مارينا شلون حلو بعين العيون نفسها اي نفسها اي ملامحش تقريبا هي يعني والله ما غيرت كلش متغيره بس هي هاي يعني العيون خاصه هو هاي عائشه هاي اعتقد 5 سنين او اقل ما ادري. شوفوا هو عائشه يعني بشكل طبيعي مثلا انا العام اختلف عن شكلي هسه طبعا او مثلا انت بالمدرسه تختلفين عن شكلك هسه حتى لو احنا ما متدخلين باي تدخل جراحي او فيلر او غيره الموديل حتى الحواجب تتغير كل سنه المكياج بالضبط كان هاي الحاجب موديل الحاجب اللي هيك مثل الخيط اي كلنا سوينا عافيه فتختلف يعني. شنو ذكرياتك عن الطفوله؟ ذكرياتك ملامح حلوه عن طفولتك؟ كنت يعني أنا لازلت صراحة بس كنت مدللة أوفر يعني أنا الحفيدة الأولى ببيت جدي إيه ودلال أوفر. شنو كان اسم الدلع مالتك؟ مارو ميمي أكو بيهم هيك يسموني بس لحد الآن أنا يسموني مارو دائما كل واحد عنده فد 3-4 أسماء دلع بالبيت بالضبط فهاي هذا الشيء اللي أنا أتذكره يعني أكثر شيء كلش دلال أوفر. خلينا نحكي على الطفوله. انت تنقلتي همينه وانت طفله تعرفين اكو اشياء بالطفوله دائما نتذكرها نقول يا ريتني اني رجعت لهذا العمر على مود اسوي هاي الاشياء اللي بعد ما اقدر اسويها. شنو الاشياء اللي تتمنين تسويها كنت تسويها وانت طفله؟ كنت اسويها واني طفله واتمنى هسه اسويها ماكو شيء صراحه يعني كل فئه عمريه مثلا خلصتها بكل ما يعني بكل شيء بيها فماكو شيء عشتي كل فتره بفترتها؟
إيه؟ المراهقة والطفولة. المراهقة ما عشتها صراحة. المراهقة شلون كانت مراهقتي؟ مراهقتي أروح على إنه الصالون وأسوي شعري وأسوي جلسات الهايدروفيشل. تخيل يعني كنت يعني وقت المراهقة. فهيك يعني انه العنايه حمامات الزيت كانت حمامات زيت ماكو هسه هايدروفيشل وهالسوالف هسه مسميات اختلفت اي كلها تغيرت الاسماء كلها تغيرت بس هي ترى كلها موجوده من قبل صح بس الاسماء تغيرت اي فاني هاي كانت يعني هنا مراهقتي كانت يعني كنت اشوف صراحه مثلا صديقاتي اللي تطلع من المدرسه او ما تروح تداوم على مود فلان او شيء يعني مو يمهم ابد ابد مارينا عندي أسئلة عندي 10 أسئلة وأريد تجاوبيني عليها بسرعة يلا 6-7 ثواني يعني إذا تجاوبيني عليها أوكي وهيجي أسئلة يعني ما لها علاقة بأي شيء افتراضية تقريبا يعني يلا وأريد أشوف أجوبتك عليها يلا نبدي نبدي أول سؤال لو احترق البيت لا سامح الله ويقولوا لك عندك 3 أغراض بس تطلعيها شو تطلعين الجواز والأوراق المهمة بس ثالث ممكن الفلوس اللي وياي يعني ما أحط فلوس بالبيت بس ممكن يعني الكارتات الكريدت وهيك شيء أطلعها 3 كلمات تستعمليها كل شوية من تحكين طبعا ويعني بس هاي أكثر شيء أعتقد ثالثة ممكن أعتقد تعرفين بس اقول شغله اتصور انهم من هذول استعملهم هوايه يعني إيه احنا ما ننتبه بس مرات من اصور سناب او شيء يعني ويعني وطبعا تنتبهين لو انحذفت كل الابلكيشنز التطبيقات بالموبايل ويقول لك اختاري بس واحد تخليه شو تخلين انستا كلش قوي اني اكتب على انستا اكثر من غير شيء يعني زين شلون تتواصلين واتساب ما تريدي فايبر ما تريدي فيسبوك خي دقولي دقولي على الرصيد اوكي السؤال يعني تعرفين هو عده بعده اجابات أيه. بس يعني دائما هسه احنا نحتار يعني شلون نتواصل ويا العالم نضيع اذا ما عندنا واتساب شوفي الواتساب الواتساب عاده هو يكون ويا الناس المقربه فيقدرون هم يدقوا لي على الخطا ما الانستغرام مثلا والله مو الكل عنده رقمي وشغلك هذا ها لو تصيرين مدرسه ليوم واحد أيه. اي ماده تحبين تدرسيها اي ماده احب ادرسها ولا ماده ولا اختاري ماده واحده فلسفة يمكن تحبين تكونين شخصية مشهورة على إنستغرام لو يعني نجمة إنستغرام لو نجمة تيك توك لا 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 خليني على إنستغرام تيك توك ما نجمة تيك توك لا 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 ليش غير مود تماما صراحة يعني أنا كان عندي رأي معين طبعا قبل فترة بلقاء من اللقاءات فالتيك توك بكميه انحدار عن الـ عن الـ الاسئله الزمن يعني اللي لازم تجاوبين بيه 7 ثواني بس هيك حابه اشوف رايك على التيك توك التيك توك بكميه يعني انحدار مو طبيعيه بس يقول لك التيك توك هذا اليوتيوب القادم اليوتيوب القادم بس على شيء هادف انا ما اشوف شيء هادف للاسف طبعا مو الكل اكيد البعض اكو دا اشوف مواهب على تيك توك شيء كلش حلو شيء يرفع الراس بس على هذولا صار ابلكيشن للتسول شايفتهم قاعدين باللايفات كبسوا الله يرزقكم الله يسوي لكم ما اعرف شنو فعلا تسول هذا التسول مال القرن ال22 بالضبط بالضبط صار للأسف يعني دا نشوف شوفات مو طبيعية واللي يضوج بالموضوع طب أوكي نشوف هاي الشوفات مو طبيعية حتى بحياتنا العادية بس للأسف إنه هذا الجيل الصاعد المفروض يكون صاعد القادم يعني بنات عمر 15 و14 سنة أصغر بالضبط والرقص والتاتو من هنا لهنا يعني أوكي لا محتوى يعني معظمه تافه بس يعني طبعا احنا ما نحكي صحيح ما نحكي هسه صار كلش يعني اشتهر بشكل مو طبيعي بس احنا يعني شوفوا لكم محتوى شيء اكو اشياء بالتيك توك كلش حلوه يعني حتى اني اتمنى انه اقلدهم دا يقدمون شيء كلش حلو مثل مثلا الطبخ اني اتونس عليه هذا الطبخ بسرعه السريع حلو اكو هذا مثلا الميك اب اكو بنوتات كلش صح كلش حلو دا يقدمون محتوى ميك اب اكو هذا الميك اب مثلا اللي والله ما اعرف شنو اسمه هو له مصطلح وتسميه بس للاسف غاب عن ذهني انه مثلا تصير مثل ديزني
يعني أنا شكلي عادي إيه بس بالمين كابولهم هسه إيه كلش حلو وحلوين أكو فعلًا مبدعين بيها صحيح فعلًا يعني أما باقي شيء مخجل كارثة أيوة نرجع للأسئلة يلا أجوبة سريعة ماشي لو خيروك تروحين بآلة الزمن تروحين للمستقبل ولا ترجعين للماضي أروح للمستقبل لأي زمن شلون أي زمن ما أعرف مستقبل بعد أي سنة يعني ممكن بعد 10 سنين 20 سنة شغلة الناس فاهمتها عنك غلط إنه أنا هواي أسوي تجميل أنت ما مسوية بس خشمك بس خشمي ها بس لا التجميل ما يخالف أطلع من الموضوع شوي يعني أنا يعني لا مو مرات هيك داعق أعقب على السؤال أنا أتمرض إذا ما أعلق التجميل إلى مفهوم تجميل التجميل يكون جراحي يعني أنا أفوت غرفة عمليات يعني نحت مثلاً بالضبط غرفة عمليات شو يسموه بنج عام أي. هذا التجميل أنا ما أحكي عن الرتوش على البوتوكس النظارة لا خلينا بالعمليات يعني مثلاً النحت لا لا العمليات لا. الجسم لا. أنا ممكن الوجه. أسوي ممكن أسوي بس أنا مثلاً في حال احتاجت لهذا الموضوع أو سمنت بعد شوية أنا ما عندي مشكلة أسوي بس الشيء اللي أنا محتاجته أسوي وجهي مستحيل أنا يعني غير أنفي يعني مستحيل إنه أنا أغير بوجهي إذا على الفيلر اللي دا يحكون عليه إنه أنا دا ينتقدوني مثلاً إنه أنا حاطة هواية فيلر أو شيء عائشة إحنا نعرف إنه الكاميرا تضخم وتكبر فهذا الشيء ما موجود على أرض الواقع هاي أولاً ثانياً حتى أنا أول ما شفتش قلت لك أنت كلش أنعم من التلفزيون أي بس هم يأخذون فكرة على التلفزيون ثاني شغلة إنه الفيلر حتى الشباب هسا قايمة تسوي فيلر تكساس ما دا أقول عن ال التكساس ويسوي الذقن حتى الشباب أنا ناس أعرفها الشباب دا تسوي حتى قاموا ينافسون عليها بوتوكس قاموا ينافسون على بوتوكس التجاعيد الشباب أكثر حتى من البنات دا يسوون فيعني إذا هذا اسمه تجميل فالشباب هم اللي دا يسوون تجميل نرجع على الأسئلة يلا درس بالحياة تعلمتيه من تجربة قاسية ما أحب أحكي بيه بس تعلمته تعلمته الدرس قولي الدرس إنه ما أوثق بأحد أسبوع بدون إنترنت لو أسبوع بدون كهرباء بدون إنترنت ما أقدر بدون أريح مو أي والله شنو يعني الإنترنت لو ما شغلنا للأسف إحنا أغلب شغلنا على الإنترنت فما ما نتواجد كل هالقد على الإنترنت كأنه ماخذ إجازة لمدة أسبوع من شغل أنا مستحيل أبقى بدون كهرباء مستحيل كل شيء على الكهرباء عيشتنا أما الإنترنت عادي ما عندي صحيح. مشكلة ولو إحنا بهالبلد هم تعلمنا بدون كهرباء هم صحيح احكيلي أنت ما مفكرة ترتبطين أعرف أنت منش أنت مرتبطة يعني ترتبطين تسوين عائلة شخص تلتقين بي يكون هو هذا مواصفات الرجل اللي تحبيه من ألقى اللي يستاهلني مو غرورا بس أنا أعرف نفسي أكثر ما الناس تعرفني شنو مواصفات الشخص اللي تفكرين ترتبطين بي يوما من الأيام عائشة هذا السؤال قبل كانوا يسألوني فأني أقول عضلات ولازم طويل يعني واحد يتغير كل سنة رح تجاوبي غير جواب بالضبط أما أنا هسه اختلفت شوية ماكو مواصفات أكو فتشي أنا من أشوفه قلبي رح يدق ما أعرف شنو المواصفات بس أنا أقول لك على مواصفات أحبها أنا أحب الشاب الطويل ممكن تتغير على فكرة يعني ممكن بعد سنة نحكي تقولي لي غير جواب ممكن حسب والله ممكن ما هذه مو قياس أبدا ماكو قاعدة لا أبدا بس أنا ممكن أنت تتغيرين على مود شخص تحبي إيه ممكن أنا كان جوابي مثلاً قبل إنه كان يهمني الشكل أكثر أماني هسه لا أبداً يعني قبل سنة هذا الحكي أنا جداً يعني أنا أتغير بس للأحسن إن شاء الله تفكيري ينضج بس للأحسن يعني ممكن موقف معين يصير وياي يخليني أنضج 10 سنين فأني من هالنوع يعني شنو شغلة بيك تريدين تغيريها وما تغيرت أوه واي والله تحبين تشتغلين عليها بس ما عرفتي تغيريها أنا من النوع اللي عصبية كلش ما مبين عليك عصبية أي والله والمزعج بي أنه من أعصب أجرح أي يعني أحكي كلام بعدين أتندم عليه وما أنا من النوع اللي ما أقدر أروح أقول أنه أنا آسفة تندمت وهيكي
بس هاي شوفي لها حل شجاعة لازم ما عندي تشتغلين شجاعة. عليها هواية مدقتش أنا عندي هواية أشياء لازم أشتغل عليها. احكينا على الشغل هسا شنو مشاريعك المقبلة؟ والله أنا انطرح علي أكثر من شيء بس المشكلة عائشة شوي عندي أنا يعني دا أعوف شوية التمثيل شوية النصوص مو كلش قوية وأنا يعني معروف عني إنه أنا انتقائية يعني أحب أختار الشيء اللي أنا راح أدخله لأنه أكو أشياء أنا دخلتها بسرعة أو وافقت عليها بسرعة وتندمت عليها كلش هواية فبعد ما أكرر هاي التجربة إن شاء الله كل التوفيق ونشوفك بأحلى المراتب وأحلى الأعمال تسويها حبيبتي. سؤال كنتي متوقع أسألك يا ما سألته الحلو إنه إحنا قاعدين دا نحكي وبتشعب يعني أنا فعلا فعلا مو كلام بس أنا ما حسيت بالوقت يعني نسولف أي دا نسولف بس أكو سؤال كنتي متوقع راح أسألك يا لا ما عندي مشكلة أنا مو قلت ليش ما عندي مشكلة بأي شيء سئلي نورتينا يعني. مارينا حبيبتي عائشة وكل التوفيق إن شاء الله ونشوفك بأعمال كسر الدنيا يعني إن شاء الله حبيبتي عائشة ألف شكر. شكراً إليك أمنوني ألف شكر.